شربي ارتاح شوي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مبروك جاكم صبي، ايش بدكم تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جي العوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزله أنا؟ لا بتوقعي. خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي، هلأ بتحسن. فوت تلقح شوي، ارتيحتك مطلعت الطبخة. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والسلطان. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا عن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة. هيدا أوامر المير. نحن بأمر المير بس. أخوي ارتاح، بكرة بيلحقكم. مشي معي هلا.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟ حكينا لك معه قال بدها وقت تفكر إن شاء الله خير. ممنونك يا أبونا كتر خير. تكرم عينك تكرم عينك. باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب. يا هلا شوف يا أهلا حبيبي شوف خليني شمك أختي جات أمي ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي أنت وينو حنا نزلي عبي مي من العين وردي بعدها أخدي على خاطرة مني فضلوا خدوا ارتاحوا جوا خدوا وردي اهلا تفضل ارتاح وردي هيدي انا يمي كلا حود طولتوا الغيبه علينا هالمره شغلتوا لنا بالنا ما يشغل لك بالك اخي طنوس بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كثير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك وبس تخف التلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحة وتنقاية وزرع لك العمر بيخلص كخي طنوس والشغل ما بيخلص عمي لحود أهلا وسهلا أهلين
كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي، اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانه مني، وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكم. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيبونا مكاريوس. شو قولك؟ صار من بارح الغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب، أنت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلني عبيت المرحوم بوحنا مخلوف؟ أنا ابنه صغير، أهلا وسهلا فيك. أنت يوسف؟ اسم الله عليك، صرت شاب. أنا أبو علي، أنا وبيك كنا أصحاب من زمان، وأيام كنا نترافق سوا. رحت مرة واحدة على ضيعتكم من 9 سنين بالليل، الله يرحمه شو كان محب. هيدا لو من اول الدرب عم بيقحوي نح، بيضل عامل حلو ساخن. إيه هلا منشوف اذا مزبوط. انا بساعده سيدنا، انا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبيل مننزل حمولتنا بالساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع عبقع كفرة وبترتاح بالبيت. هي ابو حنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحموله، ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل على ضيعنا بكير. هي ابو علي، صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما الامك يا يسوع. Thank you.
نحن نزلنا الحمولة. خلصتو؟ يلا فلو. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابني الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل انت خبره يا ابو حنا. انت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. يا عذرا سلمتك روحي لك. وصلنا على الغرفة. قربني أنتون. أنتون أنتون ليلتها مغفيت كل الليل ولنسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو؟ مري القديس يا شباب. لايك القديس. خدوا البركة خدوا البركة. شفنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ على الغارة. ايه علينا. طب ليك جتنا فكرة. بلا ما تروح اليوم ماشي معنا. سمعنا امبارح بالقديس ابونا من يوصي. لايكوا يا اولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عنده يوسف. اوعى حدا منكم يغزي عليهم. احنا كنا ناسيين انه ابو يوسف راح امه. كتر خير البونا والفيا. ايه روح روح بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغاره بالاخر. بلكون زرع لك شويه حمص بهالمغاره ونحن مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم. أعطيني منه نصيب أيتها الأم القادمة.
القديسة اجعلي جروحات وحيدك في قلبي من طبيعة. شو بعده لحقنا؟ لك يا أحمد بعده لحقنا مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هيدا أبو يوسف شافنا انفال كلب الجعار علينا. لا شو مأزي كل شي استحقنا البان حمص رح عينه شو لايقة. جيزي الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرأة تموت ورا جوزة حتى لو كان بعض صبية. أي والله والله ليه بقتلوا اللحوت بدلت الخوري؟ من زمان ما عادش لحوت صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف مش قليل عروسته الحنة مثل القمر الله يوفقه بيستاهل. أخته كوني جوزت قبل بشهر ونص مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير. عيوقة لزقة عيوقة لزقة. بس بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا. عواسي يا هلا. ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعم معك. شمس العمر ولت على غيابها. صار لازم نرجع بكون وعيت غالية صار وقت الدعاتها. سلام ديت. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبها. بعرف بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها.
لثلاث سنين مجوز مبسوط مع مريم. إن شاء الله بضلك مبسوط كخي. يوسف اللي أبي دقش أبي يعرف شو الطعمة. أش قولك بسيدي؟ سيدي بنت كتير طيوبة بس مش إلي. أنت شتلقت قديش بديك؟ ناطرة منك ولنه إشارة؟ الحياة زي اللي كلها يا خي. أبي بقى غير وجه الله بالدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن. عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ أنطون ابن الياس. ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب. إصرار الله ما فينا نفهمه. قبل ما نفهم خلينا نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الأصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنطوس. سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر والتعالى. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخليناش نشتاق لك. خالي شلتلك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي. يسلموا ايديك وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عنيس هالزرعات بشارة دهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو ليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالي.
مرحبا يا أخ. شايفك ظاهر من دير بكير. شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة ما خلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وقت لين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدير خيي؟ صار لي فترة بالابتداء. كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل. تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر ما في طاعة. بشتغل ساعة المدة بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله. بس لما يدعينا على الدير بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كثير. صعبة كثير صعبة. محبة يسوع ما في شيء صعب. الله يرزق على الدعوت. أنا مش تعبت. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقش تعز بتجي. سبق قلت لك على البيت مش راجع. البيت مش تقلك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا. خي يوسف برحمة بي رمانا على البيت. أختي أنا بطلت يوسف صرت شرب. ضل سكرين بصلاتي. طبر أمك إذا حاسس إن منش دعوتك رجع معنا على البيت. وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
يسوع يوسف. خي ابونا شربل بندهلك الطبيب. يا عذراء يسوع يوسف. شب حلو مثلك. دعاني يكون راهي. ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجينا من الشرير. دايماً مع الله، دايماً مع الله، دايماً مع الله. برخمور بن الرئيس، مجد لله. دايماً لله، خير يا ابني. معلمي بن الرئيس، أنا الأخ شربل. هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت. أخ شربل وين؟ معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح، وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني، بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح، يعني إذا ترك ديره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع أي دير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام، بيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية،
مع أختك مبتدئين. محل قلبي تشوف ابن شربل بون الريس وطلب إذنك ورضاك. أختي أنت عارفة أنه الأخ شربل ندر صار من جمهور الدائرة، لكنه انقطع كليا عن أهله ضيعته تيكون كله راقي. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس إيدك خليني أشوفه ولأنه مر. أعوذ بالله يا أختي، أنا ما عندي السلطة لا أجمع ولا فرق أم عن ابنه، رح أبعث لك حدا يشوفه. أخ شربل، أبونا الريس بيقول لك أمك برا وحب تشوفك. أي يسوع، شربل يروح أمك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، يوسف خليني ضمك لصدري بعد مرة. يمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا تجي العواج. معلمي بونا ريشع، بونا الحبيس، أخشار. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهلا الأخ شربل، فوق أهلا فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا الليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك. مازالك جيت، بدي احكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان
إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمجد الله. أنا راهب بتدير فيها الفضائل كلها، وأكثر من هيك الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقرأني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير عقلبي. بدي منك يا بونا عبد الله تنقل الأخ شربل على دارك في فان مع الأخوة الدارسين تيتهيى وصير كاهي. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة مار إبريانوس بكفيفين تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد فيش 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطانس شاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون عبيروت. وضحايا، راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا مفكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب أن صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عندلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبة، رح يقل عقله حسبنا كم سيجارة. القصة أنه إذا عرفوا فينا أكيد رح يشحطونا من الرهبنة. منصير مثل الخوري يلي ضيع شبيته، قال منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخين يا عم دخين. معنا من امبارح ندبر مع انطلق هل ما تبلش شي عن الارض اذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما. بس لعم تشوفه بالرهبنة لا له علاقة لا بالقداسة ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياة بالرهبنة والخلاف على السلطة بالرهبنة. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنة هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه. نهاية عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بيخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية. امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش الإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. Thank you.
بونا الحبيس. بونا عرفتني؟ أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغذى حتى تنشط. اعمل معروف، اعملوا لي أكل شهر بلا بونا، وحط بقلبها حبتين خضرة. لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وقساوة على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. هاي جناديوس، انا راح اجيب لك حجار. معلمي بونا شربل، انا بساعدك. هاي جناديوس، راح العمر خطيرنا. يا خي جاجورو، شريعة ربنا بعرقش بينك تاكل خبزك. شباب غدنا الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا نكفي الجبل لسه ما تروح دعين. ميجانا ويا ميجانا
عتابة عتبت قلبي ونصباي وقصف حور بستاني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي ومحل الصبايا ينسموا قلوبنا محل الصبايا خي حنا رح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر لك ايه يا عمر دينك لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا الله يأجركم يا شباب خلص النهار كمان اليوم السينا لابونا شرب طول النهار بلا أكل شافح صلنا سليب خنه ونطورا بليو دي مومو مريو ألو فسار الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول وأطيب العذاب في سبيله مع الحاكم التركي رستم باشا كل همه كان يخلف رهبان دار مرز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة ايه بدو يحللوا الجو بدو يحكم وحده بدو يتحكم برقاب الناس بعد رسالتين أول وحدة لجمهور دارنا كلها مديح وامتنان وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا رسالة تاني بسب فينا ايه بيسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة شو بيقوم بيعمل رستم باشا صم الله يرمصهم شقيد هشك بيدفش رئيس الدائر بيدفشو هون طار عقلي من راسي كيف بيهددنا بهالطريقة حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط وبلمح البصر كل واحد منا فكز النار عن خصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ عملنا لهم قتلة شو بدي أخبركم من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة خلصت القتلة هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم بس هو كمان ما قصرش فينا أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا أخذونا أسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررهم العسكر التركي على سجن بيت الدين. نيلون كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. شوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورفع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجم، بس ما لحقت وصلت، كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان، بعد أشعت بعيوني، حتى أشعت الدنيا قلبت سودة، ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الأرض كفيت عليه كم ضربة، بلتفت بلاقي خي إزحية قريب مني. يا ابو مخزق او مصاب بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه، وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهن على الديور القريبة. والعسكر احتراماً للموتى حطيناهم بجورة وطميناهن. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخدوه معهم لأنه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق، غريب. شفتوا صدقتوا، صار مثل ما قلت لكم حرفياً، خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي يسوع بيقلنا بالإنجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه. نتخار اينان لابوهن خي فرانسيس، إذا بتريد عبيلي سريجي زيت. هلأ بهالعجقة يا خي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خي كرمال المسيح. عمي بونا شربل، أعطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس، أنا بعبيلك إياه. ايش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مصر. ممنونك يا ابني، سلم دقيقتك. معقول؟ معقول؟ المي بتضوي؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول معقول؟ شو عم سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. ايش عم تحكي؟ بنا الرئيس خير إن شاء الله. خي بنا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيبونا شربي. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعت، وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. أش رأيكم نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
ونطلب إذنه وبركته. ريشة خي ريشة، لا تخاف يا خي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين. تفضل خي ريشة، اشربوا لأنه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريشة، بإرادته بيشفي. نشكر الله عليك يا ابونا شربي الحبيس، الله عطانا اياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لابسو اياه باجري.
بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس وأطلب الغفران. تهيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه، بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعيلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس وحدي خايفة وضايعة، الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا أبونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي أعوض عن حرية خسرتها. يا أخت توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أغصتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. عن بيت كرم المحبس بشهو. يسلموا هالدايات بونا شربل. نشكر الله.
معلمي بونا الحبيس بالرئة. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟ صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته ضاق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس. نشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كم موسم الأس خيرتي بدي قلك أنا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا أبونا شربل بس كنت مصالحة بعيلتي وجودك هون حد بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية تفرض أنه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاماً إلا مرة واحدة في اليوم الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطير حصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. بونا شربت شو بيك؟ المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في تزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربل، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس. ليش تأخرتوا يا ابني؟ أسامت الساعة 9. ايش صار؟ صاحب نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش روش نروح نشوف. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شربل على القليل كنت طفيت البدله والشراشه. ليش؟ ايش صار؟ منين هالحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شربل. Thank you.
هلا هلا ارفع ايدك واعطي الحله.